إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن بعض صفات المؤمنين، فبيقول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. يعني مشفقون؟ خائفون، يعني بسبب خوفهم من الله هم فعلا خائفون، وده تأكيد لمعنى الخوف عند المؤمن، والمؤمن يجب أن يخاف الله. والنهاردة في بدعة جديدة، هي قديمة بس بدأت تظهر، بدعة الاقتصار على حب الله عز وجل. لكن أنت بتخافش من ربنا، تخاف من ربنا ليه؟ أنت تحب ربنا، ولما تحب ربنا هتنفذ اللي ربنا بيقول عليه. وطبعا دي بدعة ضلالة، لا يجوز أن يعبد الله بالحب وحده، إنما احنا بنعبد ربنا لثلاث أشياء: بالحب لأن الله أعطانا من نعمه، وبالخوف لأننا نخاف عذاب الله، وبالرجاء لأننا نرجو رحمة الله عز وجل. لازم التلاتة، ما ينفعش تقول لا استعش تعملكش فلسفة جديدة في الدين، تمشي كده مع نفسك، اوعى تلاقي نفسك كده سرحان في فكرة وتصدقها. ارجع لأهل العلم، وارجع للسلف، وارجع للصحابة، وشوف كلامك ده متوافق معهم ولا لا. تسرحش في الدين مع نفسك، تقول انا كده قررت بينه وبين ربنا هعمل واحد اثنين ثلاثة، ده ضلال مبين. لازم ترجع للمرجعية، للصحابة، للسلف، لأهل العلم، وهكذا. يبقى ربنا أكد على معنى الخوف منه: إن الذين هم من خشية ربهم، بسبب خشية من ربهم مشفقون، خائفون. خائفون بسبب أنهم خائفون من الله عز وجل. دي صفة مدح ولا صفة ذم؟ صفة مدح. لما تخاف من ربنا وخايف من عذابه يبقى دي صفة مدح. تقولش بقى زي بعض الصوفية: إذا كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها، إنما أعبدك لذاتك أو طمعا في حبك أو الكلام ده، ده كلام باطل. لا، إحنا بنعبد ربنا خايفين من النار وعايزين الجنة وبنحب ربنا. الصفة الثانية من صفات المؤمنين: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. آيات القرآن يؤمنون بها، ولا يجوز أن أنت تكذب حرف من القرآن. من كذب حرفا من القرآن كفر، ما دام أنه من القرآن، لأنه نقل إلينا بطريق التواتر، حق يقين أن هذا كلام الله. وما ينفعش تفتكر كده أن قصص الأنبياء مثلا على سبيل شخصيات خيالية مثلا، لا، دي شخصيات حق. كل ما في القرآن حق، الخبر حق، والأوامر حق، والنواهي حق. وما اقتضى إيمانهم بآيات الله أنهم يتدبرونها ويعملون بها. يا أخوان، القرآن مش تلاوة فقط، القرآن تلاوة وتدبر وعمل. مقتضى إيمانك بآيات القرآن، طيب أنا مؤمن بالقرآن وربنا أمرني بالعمل بما في القرآن، يبقى أنا أتدبر وأقعد مجلس تفسير أفهم ربنا يريد منا، يعني يأمرنا بماذا وأعمل به. يبقى هم واحد بيخافوا من ربنا، اثنين بيؤمنوا بالقرآن ويعملون بما فيه، ثلاثة والذين هم بربهم لا يشركون. التوحيد، ومهما تعمل من أعمال صالحة ما دامت غير مؤسسة على توحيد صحيح فإن هذه الأعمال تكون باطلة. جيش تقول طب ليه؟ ما هو ربنا ألزم المؤمنين أو ألزم الناس بوجوب التوحيد أولا، تبني على التوحيد الصحيح، مش تعبد غير الله أو تذبح لغير الله أو تطلب المدد من غير الله وتقعد تصلي وتصوم. إشراكك بالله يحبط أعمالك الصالحة. يبقى والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون في عبادة الله أحدا مع الله عز وجل، يعني العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. وكلمنا كتير في أمر صرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له. الصفة الرابعة:
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. بيعملوا اللي بيعملوه وقلوبهم خائفة. ليه خائفة؟ لأنهم إلى ربهم راجعون، علشان هيرجعوا لربنا ويحاسبهم. فيعني إيه بقى؟ يعني بيعملوا اللي بيعملوه وقلوبهم خائفة. مين دول؟ مين المقصود بدول؟ قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح على الراجح، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق؟ ما هو بيعمل اللي بيعمله خايف، ما أكيد اللي بيعمل اللي بيعمله خايف، ده واحد بيعمل حاجة غلط. أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. ده مش الناس الوحشة، لا، ده الناس الصالحة بتعمل أعمال صالحة وخايفة يا رب قبلت ولا لا، وخايفة إن الأعمال دي لو لم تقبل مش هيلاقوا عمل ينجيهم يوم القيامة، لأنهم راجعون إلى الله. وده يعلمنا صفة جميلة من صفات المؤمن: عدم العجب. إيه عدم العجب؟ يعني إيه عدم العجب؟ يعني لا أعجب بعملي. ما تقولش أنا عملت عمرة 6 مرات وحجيت مرتين فأنت مبسوط قوي، وعملت تكلم مع الناس على عمرتك 6 و... لا، أنا أصلاً خايف إنه ما يكونش قبل فأنا ساكت، لأن لا أرضى هذا العمل، أنا حاسس أنا مقصر دائماً، وحاسس إن عملي ممكن ما يكونش، ما عنديش ضمان يقيني إن أعمالي قبلت عند الله وأنها تنجيني عند الله. طول ما عندكش هذا الأمان تبقى قلبك خائف. وابن القيم ليه كلمة جميلة بيقول نقلا عن واحد اسمه أبي مدين، بيقول: ولله ضر أبي مدين إذ يقول: ومن رضي لنفسه عملا فليعلم أن الله عنه غير راض. رضيت لنفسك وارتحت كده واطمنت وانت من أهل الصلاح ونازل في العمارة بتاعتك بصلي الفجر والعمارة كلها نايمة وفرحان كده بنفسك، اعلم ان انت كده في حال لا يرضي الله. ليه؟ في قلبك حاجة اسمها عجب، ودي بعض العلماء يقول العجب دي من الكبائر القلبية. يبقى عندك كبيرة، بتعمل كبيرة وانت عمال صلي الفجر وبتخم الليل وصوم النهار، كبيرة انك شايف نفسك وراضي نفسك وراضي عملك عند ربنا، ومقتضى ذلك كمان انك شايف الناس اقل منك. انت كده جمعت بين العجب والكبر، لانك استحقرت الناس لانهم دونك في العبادة. فمن صفات المؤمن انه ما عندوش عجب بعمله مهما يعمل، اولا عشان ما يضمنش ان اعماله دي تنجيه ولا لا، ما يضمنش ان باي خاتمة تختم له انما الاعمال بالخواتيم، ما يضمنش ان العمل ده اصلا يعني ممكن يكون مقصر فيه، او يعني مهما كان هو لا يوازي، يعني الكلام بشكل ادق ان هذا العمل مهما عمل لا يوافي نعم الله عليه، يعني مش ما لا يقبله لله عز وجل، بس ربنا لانه كريم بيقبل هذه الاعمال التي مليئه بالتقصير. يكون ده حاله، مش انا عملته وانا وتبقى حاسس كده بالايه، عندك تشبع كده من الراحه النفسيه او تشبع من الرضا بالعمل، لا، عندك راحه نفسيه ربنا بيديها لك في قلبك ان انت الحمد لله صليت ال5 صلوات وبتصوم رمضان الحمد لله، ولكن حاسس انها بفضل الله عليك، وحاسس برضو ان لسه الله اعلم احنا يا رب بنعمل اللي نقدر عليه وهكذا. يبقى 4 صفات اهو، خد بالك: الخوف من الله، الايمان بالقران والعمل به، التوحيد الصحيح، وعدم العجب وعدم الرضا بالعمل. لو عندك ال4 دول بص الايه اللي بعديها: اولئك يسارعون في الخيرات. اللي بيعمل الحاجات دي مقتضى الصفات ال4 دول انه يسارع في الخيرات. ليه؟ خايف من الله فبيسرع، عنده توحيد صحيح، عارف ان ربنا يعني مهما يعمل مش هيوفي حق ربنا عليه، ما عندوش عجب فمش شايف عمله بينساه، مهما عمل شايفه قليل، فده بيدفعه العمل اكتر واكتر. فعايز تكون من المسارعين في الخيرات، ركز في الصفات ال4 السابقة دي حتى تكون من المسارعين. مسارعين في الخيرات يعني جماعة أولى، يصلي مع المؤمنين، يبادر بإخراج الزكاة، كل سنة بيقدم في الحج، وأول ما بتجي له الفرصة بيعمل اللي يقدر عليه عشان يروح يحج، ما عندوش تأجيل للأعمال الصالحة.
ما يشوفش فرصة خير يقول يا رب غير يعمله عشان ما عملوش أنا. لا أي باب خير تلاقيه مساهم فيه. بص بقى جمال الآية: وهم لها سابقون. إيه الفرق بين يسارعون وسابقون؟ يعني أولئك يسارعون في الخيرات، أي باب خير يبادر فيه ما يستناش. طب ممكن وانت بتسارع في الخيرات عندك ناس برضو بتسارع في الخيرات، ده بيسارع وده بيسارع وده بيسارع، هما بقى من كتر همتهم العالية مسابقين الناس دي كلها، وهم لها سابقون كما قال الإمام السعدي، أي يسبقوا هؤلاء الذي يتنافس معهم في الخير. فمش بس بيسارع، ده سابق كمان، ده بينافس ونصب عينه الناس الصالحة، مش شايف غيرهم، مش شايف اللي معاه فلوس، ومش شايف اللي معاه مش عارف ايه، واللي ساكن فين، مش شايف الكلام ده، بيركز قوي على الناس الصالحة، يقول ده، وتلاقيه كده بيتابع سير الناس الصالحين قديما وحديثا. ممكن واحد يموت كده على الفيسبوك فيكتبه كان بيعمل وبيعمل، فتلاقيه مهتم كان بيعمل ايه عشان يفتح له باب خير يبادر هو فيه ويكون له سبق فيه، عنده همة عالية في إرضاء الله عز وجل. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف، آخر آية، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. من رحمة ربنا أن الشريعة يسيرة، يعني غير مطلوب منك فوق طاقتك، كل أمر شرعي اعلم أنه في مقدورك واستطاعتك، ولو عجزت عنه سقط عنك. حتى العلماء الفقه يقولون مناط القدرة مناط التكليف القدرة، أو القدرة مناط التكليف، في قدرة في تكليف، ما فيش قدرة سقط التكليف. وبيقولوا برضو لا واجب مع العجز، مش هنوجب عليك تقف في الصلاة وانت عاجز، صلي وانت قاعد. ومش هنوجب عليك اللي انت تصوم في رمضان وانت مريض مرض مزمن لا يرجى شفاؤه أو لا يمكنك من الصيام، افطر واطعم بداله، لو لا يرجى شفاؤه يبقى تطعم، ولو يرجى شفاؤه تستنى وتقضي بدلا منه. فالحمد لله الشريعة يعني في مقدور الإنسان، لما يعملش حتى يلقى الله سالما. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق. قال العلماء كتاب الأعمال، اللي الملائكة بتكتب أعمالك، أهو دي في كل أعمالك، ينطق بالحق ولا بالباطل؟ بالحق طبعا. هل تجد شيء لم تعمله في هذا الكتاب؟ ربنا قال وهم لا يظلمون، اللي عملته مكتوب من خير أو شر، لا يضاف عليك سيئة ولا يخصم منك حسنة، لأنه كتاب عدل، ولدينا كتاب ينطق بالحق فاملاه بما شئت. هتشوفه يوم القيامة وتعرف كنت بتعمل ايه. فما دام في كتاب وتملاه بالأعمال فاجعل أعمالا صالحة تفرحك يوم القيامة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.